مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. في البداية بنعتذر عن التأخر في الظهور، حوالي 5 دقايق أو حاجة، بس الظروف كانت خارجة عن إرادتنا. حلقة النهاردة كالعادة حلقة كل خميس تبقى غاية في الأهمية، وعندنا أمور كتير جدا بنتكلم فيها، سواء فيما يتعلق بأخبار النادي الأهلي وده الأهم طبعا بالنسبة لنا، وأخبار أخرى محلية وعالمية هنستفيد في الحديث عنها على مدار حلقة اليوم. خلينا أقول لحضراتكم الجزء الثاني كالعادة، أستاذ محمد القوسي كل خميس بيكون معانا في فقرة حوارية ساخنة جدا ومهمة للغاية، وبنتكلم في أمور كتير جدا بتخص الرياضة المصرية. قبل ما نستفيد في الحديث عن بعض الأخبار نروح نشوف أهم وأبرز عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. الأهلي يصل دبي لخوض معسكر إعداد خارجي. 25 لاعبا في معسكر الأهلي بالإمارات. الأهلي يؤدي مرانه الأول في الإمارات. حسام عاشور بدايات فايلر مع الأهلي تذكرني بمانويل جوزيه. البدري يستقر على الأسماء المستبعدة من قائمة الفراعنة. اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة تجتمع بوزير الرياضة السبت المقبل. مواجهة مصرية بين ليفربول وأستون فيلا في كأس الرابطة. طيب الريتم بتاعنا هيكون سريع شويه لان خلاص المده قلت بالنسبه لحلقه النهارده للاسف الشديد يعني، لكن هنتكلم على فريق النادي الاهلي، وخلاص زي ما حضراتكم عارفين ان الفريق سافر النهارده في تمام الساعه 10 صباحا في اتجاهه لدبي، وصل بالتحديد في تمام الساعه 1 او 1 ونص ظهرا بتوقيت القاهره. فرق التوقيت ما بين مصر ودبي حوالي ساعتين، يعني هم سابقنا بساعتين، يعني دلوقتي مثلا لو الساعه ايه؟ الساعه 6 وربع، هناك الساعه 8 وربع. دي لقطات من سفر الفريق وتواجده في المطار النهارده، مطار القاهره الدولي، قبل التحرك بالطائره للوصول ل دبي، وان شاء الله باذن الله يكون معسكر موفق جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ويقدر يستفاد من خلاله الجهاز الفني بالكامل، مستر فايلر ومعاونيه، وايضا اللاعبين يستفادوا كل الاستفاده من هذا المعسكر في اطار الاستعداد لمراحل بقى مقبله، مش مرحله واحده، لان احنا عندنا تحديات كثيره جدا محليا وافريقيا. ان شاء الله باذن الله الفريق يكون موفق فيها. الفريق وصل خلاص مقر الاقامه بتاعه هناك في دبي، وبعد كده هيكون في مران ابتدى كمان، اعتقد ابتدى بتوقيت القاهره في تمام الساعه 5:30، يعني بتوقيت دبي كان الساعه 7:30، فبالتالي هم بقى لهم دلوقتي ساعه الا ربع في المران الاول ليهم. المران هيبقى استشفائي طبعا زي ما حضراتكم عارفين بسبب الاجهاد الخاص بالسفر وكل هذه الامور، واول مران للبعثه هناك في دبي، بيتمرنوا على ملاعب نادي اهلي دبي، ودايما دايما النادي الاهلي بيبقى متواجد في الامارات وبالتحديد في مدينه دبي، بيبقى التدريب في ملاعب النادي الاهلي الاماراتي، وتعاون دايما بيكون موجود ما بين الناديين، وملاعب هناك مميزه جدا. انا كنت موجود هناك من كام سنه كده، كان مدير فني مستر بيسيرو، كان مدير فني مميز جدا بالمناسبه، والاهلي قدر ان هو يعمل فتره اعداد كانت غايه في الروعه، فان شاء الله باذن الله تتكرر هذه الفتره وهذه الاستفاده اللي استفاد منها النادي الاهلي من خلال معسكر سابق قبل كده في الامارات، وفي نفس الملاعب وفي نفس المدينه وكل الامور يعني. الامور هناك مهيئه، وان شاء الله باذن الله النادي الأهلي يرجع بكل المكاسب المطلوبة من هذا المعسكر. المعسكر بيضم حوالي 25 لاعبا، بيغيب بعض اللاعبين بسبب الانضمام للمنتخب الأولمبي، يعني زي مثلا رمضان صبحي، صلاح محسن، عمار حمدي، أليو ديانج، مصطفى شوبير، ايضا بيغيب ايمن اشرف. بالمناسبه ايمن اشرف ما سافرش مع البعثه النهارده عشان بيخلص بعض الاجراءات الخاصه بالحصول على تصريح السفر، وهيلحق بالبعثه ان شاء الله خلال ساعات. ده فيما يتعلق بالفريق. موضوع المباراه الوديه لسه ما اتحددش هنقابل مين، هيبقى في طبعا مباراه وديه على الاقل يعني في معسكر الاهلي هناك في الامارات، لكن الطرف اللي هيقابله النادي الاهلي لسه ما اتحددش وبيتم التنسيق خلال الساعات الحاليه. كان في استقبال البعثه طبعا الكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، واللي سبقوا البعثه 24 ساعه، وباذن الله
الامور تكون مهيئه. هم كانوا سبقوا عشان الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصه بالبعثه، كان في تنسيق كامل من بدري، لكن دايما بتطمن بالشكل الاكبر والانسب عشان كل الامور تبقى مهيئه للجهاز الفني واللاعبين، وده اللي حصل فعلا. دايما النادي الاهلي بيبقى منظم في الحاجات دي. هنحاول نجيب مداخله من هناك مع زمايلنا عشان نطمن على كل الامور وكل الاحوال الخاصه بالفريق، ودايما جمهور النادي الاهلي بيبقى متابع كل كبيره وصغيره بتخص اللاعبين هناك في اي معسكر في اي مباراه في اي دوله من الدول، يعني ده شيء بيهمنا جدا. لحد ما جبنا المداخله عايز اتكلم في موضوع مهم قوي. وامبارح او مش امبارح بس على مدار الايام القليله جدا السابقه كان في تصريحات لعدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، تصريحات تلفزيونيه وتصريحات صحفيه. امبارح بالتحديد مثلا كان في حسين الشحات هنا عندنا في قناه النادي الاهلي، وكان في الشناوي في قناه اخرى، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. كلام اللاعبين مهم جدا بالنسبه لي، مهمه جدا بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. ليه بقى؟ في بعض الجوانب كده الكلام، مثلا في حسين الشحات قال لك انا من وانا صغير نفسي كنت العب في النادي الاهلي، وحاولت كذا مره والحيت لما يكون لاعب بقيمه حسين الشحات بمهارات حسين الشحات، يقول ويعترف ان هو وهو في المقصه كان بيحاول وبيزن كده على الناس في النادي الاهلي، انا عايز العب في النادي الاهلي يا جماعه، حققوا لي حلمي انا عايز العب. ومفاوضات طبعا كان في مفاوضات مره واثنين وثلاثه، وللاسف ما كانش في نجاح لهذه المفاوضات لاسباب مختلفه، ممكن قناعه مدير فني في التوقيت ده ما كانش مقتنع بحسين الشحات، وكل واحد له وجهه نظره طبعا. لكن المهم المفاوضات الاخيره اللي كللت بالنجاح وانضم حسين الشحات للنادي الاهلي، وهو اتكلم في جزئيات مهمه قوي، ان هو رغم الاموال الكبيره جدا اللي كان بياخدها في العين الاماراتي، رغم العروض كمان اللي جات له بعد كاس العالم للانديه من بعض الدول في اوروبا وانديه في مصر ومبالغ اضعاف الاضعاف اللي بياخدها في النادي الاهلي، الا انه كان مصمم ينضم للنادي الاهلي وانه يحقق حلمه. نفس الامر بالنسبه للشناوي. الشناوي قال لك ايه؟ قال لك انا جالي عرض من بيراميدز قبل بدايه الموسم، بعد ما الموسم اللي فات يعني، بعد ما رجعنا من كاس العالم كان عندي راحه 3 ايام، وكان في معسكر في كرواتيا مع مستر باتريس كارترون، وجالي في خلال 3 ايام دول عرض. كلمني الكابتن محمد يوسف مدير الكره والمدرب العام في هذا التوقيت، وقال لي انت في عرض جاي لك ب 88 مليون جنيه للنادي الاهلي واعاره سنه، وانت هتاخد 25 مليون جنيه في السنه، فانت رايك ايه؟ رد اللاعب كان ايه؟ ده اللي يهمني قوي. قال انا موجود في النادي الاهلي، انتوا محتاجيني مش محتاجيني، انا دلوقتي بستعد ان انا اجي لكم كرواتيا، انتوا قراركم ايه؟ كابتن محمد يوسف قال له احنا عايزينك، قال له خلاص انا معاكم بغض النظر عن اي مبالغ ولا اي فلوس خالص يعني. فدي الشخصية في الحقيقة اللي احنا اطمننا بشكل كبير جدا من خلال التصريحات دي، والشخصية المطلوبة في النادي الأهلي خلال الفترة دي، واللي اطمنك كمشجع ومحب للنادي الأهلي على الفريق خلال الفترة الجاية. ليه بقول كده؟ لأنه واضح إن في جوانب كتيرة جدا جدا ممكن البعض يكون بيبص لها من جانب مادي، وإن اللاعبين دايما بيفكروا في الفلوس ومش عارف إيه. حقهم، ما فيهاش أي مشكلة، كل أي بني آدم بيفكر في الفلوس طبعًا عشان يعرف يعمل، ما فيهاش نقاش يعني، بس في بعض الأحيان ممكن تاخد مبلغ يكون مرضي بالنسبة لك، وفي نفس الوقت أنت بتلعب في المكان اللي أنت نفسك تبقى موجود فيه، أو تشتغل المهنة اللي أنت بتحبها، أيًا كان المبلغ اللي أنت بتاخده. فكل دي تضحيات عشان بس اسم النادي الأهلي، فالشخصية دي بإذن الله اللي هتنجح النادي الأهلي في إيه؟ في ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي بالنسبه لنا. لما تسمع التصريحات دي وقبليهم احمد فتحي، وهتكلم على احمد فتحي عشان بعد عندي بعض الاخبار عن احمد فتحي في الحقيقه لازم يترد عليها وبحسم، وهنرد عليها بحسم مؤكد وحاجي في الخبر ده، ونقول تصريحات احمد فتحي. لكن التصريحات بالنسبه للاعبين كلها متشابهه وكلها مميزه جدا، وفي تصريحات لبعض اللاعبين الاخرين في الصحف يعني، فواضح ان هدفهم واحد، واضح ان هم ما بيفكروش في جوانب ممكن ما تكونش هي الاساس خلال الفتره دي. هم مفكرين في ايه؟ او بيفكروا في ايه؟ بيفكروا في كيفيه اسعاد جمهور النادي الاهلي، هتتمثل ازاي او هيحصل ازاي كمان الكلام ده؟ امتى جمهور الاهلي يكون مبسوط؟ طبعا مختلف البطولات باذن الله تكون موفق فيها، وارد ان انت توفق ولا توفق يعني، لكن اهم بطوله بطوله دوري ابطال افريقيا. فانا عاجبني قوي بصراحه التركيز اللي موجود عند لعيبه النادي الاهلي، ده كان جزء مهم جدا لازم نتكلم فيه ايضا في البدايه. امبارح كان في بعض المباريات ابرزهم طبعا مباراه ارسنال وليفربول، واللي انتهت 5-5 في الوقت الاصلي، 5-5 مش كره يد لا كره قدم. مباراه كانت مثيره جدا جدا، ليفربول تقدم بعد كده ارسنال فضل يتقدم 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 كذا مره لغايه لما ليفربول تعادل معاه في الدقيقه الاخيره من الوقت الضايع، وخلصت المباراه 5-5، مباراه شهدت عدد كبير من الاهداف المميزه جدا، وبعد كده 5-4 بضربات الجزاء لصالح ليفربول. مباراه كانت مثيره جدا من ضمن مباريات كاس رابطه المحترفين الانجليزيه، من ضمن ايضا مباريات اتلعبت امبارح استون فيلا وولفرهامبتون. استون فيلا فازت 2-1 وجاب هدف الفوز نجمنا المصري احمد المحمدي.
تشيلسي ايضا خسرت مانشستر يونايتد على ملعبها بهدفين لماركوس راشفورد، جاب الهدف الثاني من فاول فكرنا بفاولات رونالدو زمان كده، جون تحفه تحفه، جاب جون حلو قوي في الحقيقه راشفورد. دي مباراه كاس الرابطه الانجليزيه. الدوري الاسباني امبارح ريال سوسيداد خسر 2-1 من ليفانتي، فالنسيا تعادل مع اشبيليه 1-1، اتلتيك بلباو 3-0 على اسبانيول، ايضا ريال بيتيس فاز على سيلتا فيجو بنتيجه 2-1، وريال مدريد فاز فوز كبير جدا ومبشر للمرحله اللي جايه بالنسبه لزين الدين زيدان والجمهور ريال مدريد، يعني 5-0. مباراه كانت كبيره جدا، احرز الاهداف روديجو، الهدف الاول توني كروس، سيرجيو راموس، مارسيلو وكريم بنزيما ولوكا جوفيتش اخيرا جاب جون الهدف الاول ليه مع ريال مدريد. فبالتالي دي كانت مباريات الامس، ويوم السبت طبعا في بعض المباريات الاخرى، النهارده في بعض المباريات في الدوريات المختلفه، لكن في كل الاحوال احنا بنتمتع بالكوره في اوروبا، بنتمتع بالنظام المحطوط في كل المسابقات، نظام مهم قوي. بالمناسبه يعني قبل ما اروح لاهم الاخبار الخاصه بالاهلي في الصحف، يعني مثلا ليفربول كسبت امبارح وصعدت لدور الثمانيه، هتقابل مين؟ استون فيلا بعد القرعه اللي اتعملت على طول بعد نهايه كل دور. يعني شوف النظام، بعد نهايه كل دور بعمل قرعه واشوف مين هيلعبني. القرعه نتجت عن ان ليفربول هتلعب استون فيلا ومانشستر سيتي مع اوكسفورد يونايتد او اوكسفورد سيتي، ومانشستر يونايتد مع كولشستر يونايتد، وليستر سيتي مع ايفرتون، دي اقوى المباريات. لكن المهم في الموضوع، المباريات دي مواعيدها امتى؟ يوم 16 ديسمبر. فليفربول في التوقيت ده عندهم كاس العالم للانديه في قطر، فبالتالي هم قالوا احنا كده ممكن ننسحب من كاس الرابطه، مش هنقدر نلعب عشان عندنا كاس العالم للانديه. فدلوقتي هم بيحلوا الموضوع، هيحلوا الموضوع ازاي؟ التنسيق بطريقه كويسه وحاجه تحفه، يعني كلموا ليفربول يا جماعه طب احنا هنحاول نحدد مع الثاني، طب استون فيلا الميعاد اللي هنسيبكم ايه، طب هيستقروا في الاخر على ان المباراه ممكن تتلعب في يناير بعد الانتهاء من كاس العالم للانديه. هو ده النظام المميز جدا اللي بنشوفه في اوروبا كلها، يعني ده فيما يتعلق بهذه الجزئيه. عايز اروح بسرعه للامارات ومداخله مهمه جدا مع زميلنا المرافق لبعثه الاهلي في الامارات محمد الدكروري. يا ابو حميد الحمد لله على السلامه، والحمد لله على سلامه البعثه كلها. مساء الخير عليك يا امير، ومساء الخير على كل مشاهدي كلام في الميديا ودايما متالق. حبيبي يا دكروري، طمنا على البعثه، الامور عندكم ماشيه ازاي؟ الامور على ما يرام، يعني احنا وصلنا، الفريق اتحرك من مطار القاهره الساعه 10 الا ربع كانت الطياره، السياره اتاخرت شويه في السفر، وصلنا على 10 وربع يعني. وصلنا هنا الامارات الساعه 3 كويس، مطار دبي. توجهنا الى فندق الاقامه مباشره، كان في وجبه غذاء، وبعد كده اللعيبه طلعت ريحت في الغرف، وبعد كده نزلنا للتدريب. اتحركنا الساعه 7 وربع بالظبط من الفندق، او 7:30 بالظبط. تمام. وصلنا الملعب هنا الساعه 8 والتمرين شغال، واظن هتشوف دلوقتي التدريب عندنا كانت التوقيتات دي كلها بتوقيت دبي طبعا. كل دي توقيت دبي. انت بقى احسبها فيه، احنا بنسبقكم في ساعه، يعني ساعتين هنا. يعني احنا دلوقتي الساعه دلوقتي عندنا 8:30 ل 5، عندكم 6:30 ل 5. طيب حضر الان للتدريب معالي القنصل العام للانابه استاذ وائل فتحي موجود معانا، لو انت حابب تتكلم. ماشي، اكيد يا ريت تديهولنا يا دكتور. اكيد. طيب مع حضرتك القنصل العام. ماشي. مساء الخير استاذ امير. مساء النور استاذ وائل فتحي، طبعا قنصل العام بالانابه بالامارات، القنصل المصري. يعني برحب بحضرتك في البدايه على شاشه قناه الاهلي، وعايزين نطمن على كل الترتيبات الخاصه باستقبال بعثه النادي الاهلي في دبي. لا الحقيقه الحمد لله البعثه وصلت بالسلامه في موعدها، يعني بنفس الاطار المعتادين به من بعثات فرق النادي الاهلي. الانتظام والجديه هي السمه الاساسيه اللي احنا عقدنا عليها. كويس. من يعني فرق النادي الاهلي بشكل عام، اتساقا مع روح ومبادئ النادي الاهلي. كويس. والاجمل هو الانتظام في التدريب، احنا الحقيقه حرصنا على استقبال بعثه الفريق. طبعا كابتن سمير عدي نطق معايا من امبارح. كويس. النهارده تم استقبال الفريق في المطار، حاليا بنحضر معاهم جانب الترتيبات. احنا دورنا كقنصليه عامه تسيير كل مهام الوقود المصريه في الامارات في اطار نطاق خطتنا. طبعا. لكن كمان الفريق النادي الاهلي يعني بحكم ان هو بيشارك في حاجه مهمه جدا بالنسبه للشعب المصري، هي صناعه السعاده. فاحنا الحقيقه بنبقى حريصين بزياده جدا نقدم كل دعم وكل تسهيلات ممكنه. انا قاعد اتفرج وبستمتع بالتدريب اللي بيحصل، شايف الجديه وسمه اساسيه لدى الجميع الحقيقه.
عايز اسال حضرتك على تواجد فريق النادي الاهلي دايما في الامارات، ده بيمثل ايه للجاليه المصريه هناك وبالنسبه لحضرتك وطبعا في السفاره يعني؟ يعني الحقيقه التدريب النهارده لسه اول يوم من الوصول، ما كنتش اتوقع تبقى في اعداد من الجاليه المصريه حاضره، يعني مؤازره تشجيع الفريق، لكن الحقيقه في عدد بدا يجي حاضر كويس. والناس بالفعل بتسال امتى التدريب بكره؟ طيب التدريب بكره وجدول الانتدابات ايه؟ والاجمل ان قناه الاهلي الحقيقه مصوره حضور الجماهير النهارده ويعني حرصهم على استقبال الفريق في مقر التدريب بتاعهم. طيب الاهلي له سمعه مش بس محليه ولا عربيه ولا افريقيه، النادي الاهلي فريق عالمي بيحظى بدعم ومسانده الجاليه المصريه في مختلف ارجاء العالم. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، خلال التنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ او الكابتن سمير عدلي على مدار الايام السابقه، كانت اهم طلباتهم عباره عن ايه يعني اللي اتكلموا مع حضراتكم فيها؟ او هل كان في اي عقبات يعني بتواجه الفريق؟ الحقيقه ما فيش اي عقبات على الاطلاق. الامارات دوله مرحبه طبعا في الفرق والرياضه المصريه بشكل كبير، والحقيقه يمكن احنا كلنا كقنصليه عامه او كجاليه مصريه يعني بنجني ثمار العلاقات الطيبه ما بين الدولتين والقيادات السياسيه. طبعا طبعا يمكن صوت الجماهير ظاهر وانا بتكلم مع سامع لكن يعني ردا على سؤالك، لم يكن هناك اي عقبات على الاطلاق يعني تسهيل مهمه الفريق. الاهلي معروف بجديته والتزامه، وبالتالي رد الفعل من كافه الجهات ان يعني تقديم كل ما هو يعني يقدر يوفر مهمه الفريق. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ وائل فتحي القنصل العام بالانابه بالامارات، واللي في الحقيقه اكيد بيبذلوا مجهود كبير جدا. ونشكر ايضا زميلنا المزامل والمرافق لبعثه النادي الاهلي في الامارات محمد الدكروري على المجهود اللي اكيد بيعملوه خلال هذه الرحله. عايز اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. أخبار الأهلي في الصحف نشوفها. الأهرام، الأهلي يغادر إلى دبي للدخول في معسكر مغلق استعدادا للدوري. الأخبار، الأهلي يطير للإمارات اليوم، عبد الحفيظ وعدلي يطمئنان على المعسكر وبايلر يرفض اللعب مع أندية درجة تانية. الأخبار المسائي، الأهلي يبحث عن التجانس، الفريق في معسكر خارجي لمدة أسبوع وحسم مصير الودية خلال ساعات. الوفد، صفحة جديدة بين الأهلي وآل الشيخ وودية منتظرة ضد الميريا. الأهلي يغادر إلى الإمارات اليوم وعبد الحفيظ ينفي مفاوضات تراوري. الجمهورية، مجلس الخطيب يرد على مبادرات الصلح بالصمت، الأهلي إلى الإمارات وفايلر يراقب كهرباء. اليوم السابع، الاهلي يغادر القاهره لخوض معسكر خارجي في الامارات، عبد الحفيظ يكشف حقيقه رحيل صالح جمعه في الشتاء، والخطيب يناقش ملفات كرويه مع لجنه التخطيط. الوطن، الاهلي يطير للامارات وفايلر يحذر اجايب العروض الوهميه، صالح جمعه يتعهد بالتركيز في الملعب، متولي جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه وغياب صبحي وصلاح عن الرحله. الشروق، الاهلي يسعى لاستغلال معسكر الامارات للتجديد للكبار، البعثه تسافر اليوم وجلسه تحذيريه اخيره لصالح جمعه. الدستور، عاشور يرهن تجديد تعاقده ببطوله افريقيا، والخطيب يعد باعتزال لائق. الأهلي يطير إلى الإمارات لبدء معسكره الخارجي، ولجنة التخطيط ترفض المغربي محمود بن حليف. المساء، أحمد فتحي يماطل الأهلي، اللاعب يبحث عن أكبر عائد قبل اعتزال الكرة. ماشي. الفجر، جيرالدو ثاني الراحلين ومهاجم سوبر في الطريق، كلام نهائي، وليد أزارو خارج الأهلي في يناير. أوكي. طيب نسخن كده مع بعض. الاخبار، الاهلي يطير للامارات اليوم، عبد الحفيظ وعدلي
اطمئنان على المعسكر، وفايلر يرفض اللعب مع انديه درجه ثانيه. موضوع الفرق اللي هنلعبها لسه موضوع، الراجل ما رفضش لا درجه اولى ولا ثانيه ولا حاجه، حسب التنسيق الانديه اللي عندها وقت ان هي تلعبك هتشوف، لان هناك الدوري ماشي كويس جدا عادي مش زي عندنا يعني. والاهلي خلاص سافر والكلام ده احنا اتكلمنا فيه، لكن موضوع الفرقه اللي هنقابلها لسه هيتم تحديد القصه دي خلال ساعات يعني. نروح للوفد، صفحه جديده بين الاهلي وآل الشيخ، وديه منتظره ضد الميريا. ده توقع يعني طبيعي جدا لما يكون مثلا في زياره للكابتن في البيت وبعد كده في شكر على هذه الزياره، فبالتالي الناس تتوقع ان الاهلي هيلعب الميريا مباراه وديه، لان الميريا المالك ليها هو المستشار تركي آل الشيخ يعني. فده توقع لحد دلوقتي، لكن ما فيش اي تنسيق بخصوص هذه المباراه يعني. الاهلي يغادر الامارات اليوم، ده اتكلمنا فيه، وعبد الحفيظ ينفي مفاوضات تراوري. في اعجاب بتراوري لكن ما فيش اي مفاوضات يعني. تراوري لعيب مميز جدا، اللي هو ايريك تراوري طبعا لاعب بيراميدز. في اعجاب؟ اه طبعا في اعجاب باللاعب، لاعب كويس جدا جدا جدا، لكن مفاوضات رسميه كلام رسمي مع اللاعب او مع النادي لا ما حصلش، لسه ما فيش قرار نهائي يعني، في انتظار طلبات مستر ريني فايلر واللي لسه ما قدمهاش، وما فيش اي تقرير قدمها للجنه التخطيط للكره يعني بالنادي الاهلي. وكابتن سيد نفسه نفى يعني الجزئيه دي. نروح للجمهوريه، مجلس الخطيب بيرد على مبادرات الصلح بالصمت. فين الصمت؟ ما كانش في صمت ولا حاجه، لا كان في زيارة، عشان برضو نوضح، لأن ممكن الأخبار دي برضو تعمل كلام كتير أو تخرج كلام كتير يعني، لكن هي كانت زيارة، وزيارة بالعكس ما كانش فيه صمت ولا حاجة. الكابتن محمود الخطيب ثمن هذه الزيارة وشكر جدا الوفد اللي كان موجود، اللي كان جاي منزل الكابتن محمود الخطيب من قبل المستشار تركي آل الشيخ يعني. الأهلي إلى الإمارات، وفايلر يراقب كهربا. بالمناسبة ما فيش اختلاف على إمكانيات كهربا يعني، كهربا لعيب جامد جدا ومميز وامكانياته بتتكلم عن نفسها، بس بالنسبه لمين؟ للناس اللي عارفه كهربا وامكانياته، لكن فايلر ممكن ما يكونش عارف امكانيات كهربا. هيتم متابعه فايلر طبعا، هو موجود، او عفوا هيتم متابعه كهربا من قبل المدير الفني طبعا، من خلال المباريات اللي هتتلعب لو شارك كهربا مع المنتخب في الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر، والمباراه الوديه المفروض هنلعب اعتقد ليبيريا، مباراه وديه يوم 7 بشكل نهائي، خلاص تم الاستقرار على هذه المباراه، فممكن هتشوف كهربا، بالاضافه لبعض الفيديوهات اللي ممكن تتعرض على مستر فايلر. لكن لحد دلوقتي مفيش اي كلام رسمي بشان محمود عبد المنعم كهربا، يبقى لاعب مهم ولاعب قد يكون مطروح، لكن هنشوف الامور هتخلص على ايه. في النهايه الراي الاول والاخير الجهاز الفني، المدير الفني بيختار، بيتشاور مع الجهاز المعاون بتاعه، تشاور مع لجنه التخطيط، وفي الاخر القرار النهائي بيبقى ليه، وفي الاخر ايضا النادي الاهلي والمسؤولين بينفذوا له طلبه، ده اللي معروف يعني، ده سيستم النادي الاهلي. اليوم 7 الاهلي يغادر القاهره لخوض معسكر خارجي في الامارات. عبد الحفيظ يكشف حقيقه رحيل صالح جمعه في الشتاء، واتكلم عن صالح جمعه واتكلم بشكل مستفيض في الحياه من خلال الحلقه الخاصه به هنا في سهره مع، من خلال قناه النادي الاهلي، كانت حلقه مميزه، واتكلم عن موضوع صالح جمعه. قال صالح جمعه لعيب موجود معانا في النادي، ما عنديش اي مشاكل خالص اداريه معاه، ما فيش اي مشكله خالص، صالح جمعه موجود. موضوع انه بيلعب او ما بيلعبش ده موضوع فني لمستر فايلر، هو اللي بيقرر يعني. واحنا قلنا لحضراتكم قبل كده ان صالح جمعه كانت مشكلته جانب بدني جانب فني، وجهه نظر خاصه بمستر فايلر، شايف ان اللعيب مش جاهز عشان كده ما لعبش يعني. لكن الفتره الجايه صالح جمعه موجود في الصوره بكل تاكيد. الخطيب يناقش ملفات كرويه مع لجنه التخطيط، وده اللي هيحصل فعلا خلال الايام. نروح لفين؟ نروح للوطن. الوطن بتقول الاهلي يطير للامارات، وفايلر يحذر اجايم العروض الوهميه. لاعيبه النادي الاهلي مركزين، واعتقد ان حضراتكم تابعتوا تصريحات اللاعبين على مدار اليومين اللي فاتوا، تصريحات متزنه جدا وباين قد ايه هم مركزين وعارفين اهدافهم مع الفريق خلال الفتره اللي جايه. اي لعيب مش هيشغل باله باي عروض غير رسميه، لما يجي عرض رسمي ممكن برضه ما يشغلش باله، زي مثلا موضوع الشناوي، زي موضوع حسين الشحات لما كان في العين الاماراتي ما كانش شاغل باله غير بانه يروح النادي الاهلي. فهو موجود بقى دلوقتي في النادي الاهلي، وجاله عرض مش هيشغل باله غير بقرار النادي الاهلي. النادي الاهلي لو خد قرار برحيل فلان او فلان، ممكن اللاعب بقى يبتدي يفكر اروح فين، لكن لحد دلوقتي مفيش اي عروض رسميه جت لاي لاعب يعني، بما فيهم اجايه. صالح جمعه تعهد بالتركيز في الملعب، هو مركز وماشي كويس، متولي جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه، خلاص التئام العضله شبه اكتمل يعني، فتدريجيا بيخش في التدريبات وهيبقى موجود معاهم طبعا، او هو موجود اصلا في دبي. وغياب صبحي وصالح عن الرحله بسبب تواجدهم طبعا المنتخب الاولمبي، اللي بنتمنى له كل التوفيق خلال بطوله الامم الافريقيه للشباب والمؤهله لطوكيو 2020. نروح للشروق. الشروق بتقول ان الاهلي يسعى لاستغلال معسكر الامارات للتجديد للكبار. ممكن يبقى في احاديث ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ والرباعي احمد فتحي ووليد سليمان وشريف اكرامي، وايضا مين تاني يا جماعه؟ وليد سليمان، احمد فتحي ووليد سليمان شريف اكرامي،
وحد كان فكروني. الرباعي طبعا لاعبين مميزين جدا، حسام عاشور طبعا لاعبين مميزين جدا، واكيد ممكن يبقى في حديث خلال هذا المعسكر بخصوص التجديد. ودايما دايما مسؤولين في النادي الاهلي بيختاروا الوقت المناسب للكلام في اي امور، يعني سواء تجديد استغناء استقدام لعيب، فهنشوف يعني. كابتن سيد عنده خبرات كبيره في القصه دي. البعثه تسافر وجلسه تحذيريه اخيره لصالح جمعه. ليه تحذيريه؟ في مشكله اخيره حصلت؟ ما فيش اي مشكله حصلت يعني، قريبا جدا لا ما فيش اي مشكله حصلت، اللاعب موجود ومركز وربنا يكرمه ان شاء الله. ولو ركز صالح جمعه بنسبه 100% هيفرق قوي مع النادي الاهلي طبعا، لعيب ما فيش اتنين يختلفوا على امكانياته يعني. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق مع النادي ان شاء الله. نروح للدستور. وعاشور يرهن تجديد تعاقده ببطوله افريقيا، والخطيب يعده باعتزال لائق. يعني يوم ما يفكر حسام عاشور بان هو يعتزل، يوم ما يفكر يعني اكيد هيبقى في ماتش اعتزال نجم كبير جدا زي حسام عاشور، هيبقى ماتش اعتزال جامد جدا، ده طبيعي زي ما عمل الاهلي كده مع حسام غالي. شفنا ماتش اعتزال مع اياكس كان حاجه جميله قوي يعني. لكن في كل الاحوال حسام عاشور ما خدش قرار اعتزال يعني، ما فيش اي قرار عند حسام عاشور. النادي الاهلي ما فكرش ان يستغنى عن حسام عاشور، لاعب موجود في القائمه المحليه والافريقيه كمان، ولاعب لا غنى عنه، خبرات عظيمه، امكانيات كبيره جدا، فبالتالي لسه الكلام ده سابق لاوانه جدا جدا جدا. هنشوف خلال الايام وخلال الشهور القادمه، لان لسه موسم طويل. والاهم دايما الاهم ان جمهور النادي الاهلي يركز في الاهداف، وانا عارف كل الجماهير الاهلاويه مركزه في اهدافها واهداف الفريق، واللي اهمها تاني وثالث وعاشر بطوله دوري ابطال افريقيا باذن الله تعالى، يا رب يا رب باذن الله نحققها يعني. الاهلي يطير الى الامارات لبدء معسكره الخارجي، ولجنه تخطيط ترفض المغربي محمود بن حليب. كان اتعرض قبل كده على النادي الاهلي، وارد ان هو يتعرض خلال الفتره دي، لكن ما فيش اي قرارات يا جماعه نهائيه. هات لي بقى الخبر اللي جاي ده عشان مهم جدا. المسا، احمد فتحي يماطل الاهلي، اللاعب يبحث عن اكبر عائد قبل اعتزال الكره. طيب ما خلينا نقول بقى الموضوع ما بقى السر خلاص. احمد فتحي قبل الموسم ده ما ينطلق، قبل مباراه السوبر ب 24 ساعه، جاله عرض ضخم جدا من بيراميدز جدا، والناس في بيراميدز كلموا النادي، وكان وكيل اللاعب موجود في النادي اليوم ده، وكان في مفاوضات، الاهلي رافض. احمد فتحي نفسه تمسك بالتواجد في النادي الاهلي رغم العرض المادي الكبير جدا لاحمد فتحي، كان عرض مميز قوي، واللاعب نفسه اعترف بالموضوع ده، لكن هو قال انا تحت امر النادي الاهلي، الناس عايزيني انا موجود. امبارح ولا اول امبارح كان في احدى القنوات التلفزيونيه واتكلم، قال لك ايه؟ قال لك اليوم اللي النادي الاهلي هيفكر ان انا امشي من النادي، ساعتها ممكن افكر ان انا كمان اروح اشوف هلعب فين، لكن غير كده طول ما الاهلي متمسك بيا انا نفسي اختم حياتي في النادي الاهلي. واستفاض في الحديث بقى وقال لك ايه، انا كنت صغير قبل ما اروح الاسماعيلي كنت بشجع النادي الاهلي وبحب الاهلي قوي، واول لما رحت الاسماعيلي وبعد كده رحت شيفيلد فجالي عرض من الاهلي والزمالك فضلت ان انا اروح الاهلي. يعني كل دي امور ما خلتش الصحفي يفكر قبل ما يكتب هذا الخبر، مع احترامنا طبعا وتقديرنا الكامل ليه يعني. لكن دايما هو احمد فتحي نفسه قال لك انا الناس بتاخد عني انطباعات ماديه، ما اعرفش ليه يعني، ان انا بفكر في الماده يعني. حتى لو بفكر في الماده حقه، لكن في نفس الوقت الراجل بيقول انا بحب النادي الاهلي ومبسوط جدا بتواجدي في النادي الاهلي. فالخبر ده يعني بشانه بيحاول يعمل ازمه او حاجه، لكن القصه كويسه جدا، الامور ماشيه بشكل مميز بالنسبه لاحمد فتحي مع النادي الاهلي، ولما هيتم التجديد ان شاء الله هيتم التجديد ده قريبا بطرديه اللاعب بشكل مميز ويكون مناسب بالنسبه للنادي الاهلي. كلها ملفات خاصه بالمسؤولين يعني في النادي، واحنا واثقين فيهم كل الثقه. فهنشوف موضوع احمد فتحي يعني، خبر غريب بالنسبه لي حتى بعد تصريحات اللاعب يعني، غريب جدا. ماشي، نروح للفجر اخر خبر معانا، واللي بيأكدوا ان جيرالدو ثاني الراحلين ومهاجم سوبر في الطريق. طب مين اول الراحلين؟ قصدهم على ازارو بقى، واضح كده من الخبر، كلام نهائي. وليد ازارو خارج الاهلي في يناير، ومفيش الكلام ده يا جماعه، وانا باكد لحضراتكم وليد ازارو لحد اللحظه دي مكمل مع النادي الاهلي. وليد ازارو مفيش اي قرار لغايه وانا بتكلم حضراتكم دلوقتي ان وليد ازارو يمشي، بالعكس ده معسكر الامارات ده الراجل هيتفرج على ازارو، وهو شاف له لقطات كتيره جدا قبل كده زيه زي بقيه اللعيبه، وهيتم التقييم وهيتم الاستقرار على قرارات معينه، لكن ازارو في الحسابات بالنسبه للجهاز الفني وموجود ومكمل لغايه اخر الموسم على الاقل يعني. ده بالنسبه لازارو. موضوع جيرالدو برضو ده تكهن، لانه يقول لك الاهلي بيفكر في مهاجم اجنبي، فانت طبيعي ان انت تفكر مين اللاعب اللي ممكن يمشي لو جبت مهاجم اجنبي، فعندك خمسه هتمشي واحد فيهم. اللي بيتالق الفتره الاخيره مين؟ علي معلول، جونيور اجاي، اليو ديانج لسه ما اتفرجتش عليه ما شفتوش يعني كمشاهد يعني. عندك مين تاني؟ عندك ازارو بقى وجيرالدو، الاثنين هم اللي بعيد، فبالتالي هتلاقي الكلام ما بينهم او عليهم كتير جدا،
بيبقى بصوره منطقيه، لكن كقرارات رسميه ما اتخذتش خالص من الجهاز الفني. مفيش يعني امبارح او اول امبارح لما كان كابتن سيد في لقاء تلفزيوني، انا بستشهد بهذه اللقاءات لان احنا اتكلمنا في الامور دي واكدناها مرارا وتكرارا، لما يطلع نفسه الكابتن سيد مدير الكوره ويأكد على ان مستر فايلر لسه ما طلبش اي حاجه بشكل رسمي، يبقى الكلام اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم كان مظبوط، ومعناه ان كابتن سيد بيأكد على ان مفيش اي تقرير جت من مستر فايلر، ولسه خلال الفتره اللي جايه ممكن يبقى في تقارير وطلبات من الراجل، ولما يطلب حاجه الراجل هتتنفذ، لان في الاخر الهدف ايه؟ هو مصلحه النادي ومصلحه الفريق بس. فان شاء الله باذن الله اتمنى لهم كل التوفيق في اخذ القرارات اللي تكون في صالح الفرقه باذن الله تعالى. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن الاهلي كالعاده في المواقع نشوفها. يلا الموقع الرسمي للنادي الاهلي، 25 لاعبا في معسكر الاهلي بالامارات. فيتو فايلر يصطحب محمود متولي وكريم ندفيد في معسكر الامارات. اليوم السابع، دبي تستضيف اول تدريبات الاهلي في الامارات الليله. سوبر كوره، الاهلي يتفق مع حسام عاشور على التجديد موسما بعد العوده من الامارات. الوطن سبورت، حسام عاشور بدايات فايلر مع الاهلي تذكرني بمن وجودي. في البول، حمدي فتحي، فايلر والبدري ينصحاني بالتقدم للامام والمنافسه لصالح الاهلي. يلا كورة، الشناوي، تريزيجيه اخبرني باهتمام استون فيلا ورفضت عرضا بقيمه 113 مليونا من بيراميدز. مبتدا، الشناوي عن مواجهه سان داونز ببطوله افريقيا، يا ريت. موقع بطولات، رامي ربيعه يتحدث عن انضمامه لمنتخب مصر ويصرح خط الدفاع الاهلي يعود والجهاز الفني سيحتار في اختيار الاساسيين. 1-3، الأهلي يجهز خطة رحيل لجيرالدو. بابت الأهرام، شباب الأهلي يهزم دجلة بالثلاثية ويستمر في تربعه على قمة الدوري. فيتو قالت ايه؟ فايلر اصطحب متولي وكريم ندفي في معسكر الامارات، وهم موجودين فعلا في المعسكر الاثنين، يعني عندهم لسه الاصابات بتاعتهم وما اكتملش شفائهم، متولي هو الاقرب وكريم ندفي لسه قدامه شويه قليلين، فبيعمل برنامجه التاهيلي والعلاج الخاص به هناك في الامارات مع الفريق. اليوم السابع، دبي تستضيف اول تدريبات الاهلي في الامارات الليله، واحنا كنا تابعنا مع حضراتكم مع بدايه الحلقه كده كل الاخبار والكواليس اللي بتتعلق بالفريق، وهيستمر طبعا الفريق على مدار اسبوع في معسكر هناك في الامارات. سوبر كوره، الاهلي يتفق مع حسام عاشور، خبر مغاير وضد او عكس خالص الخبر اللي كان معانا في الصحف، على التجديد موسما بعد العوده من الامارات. هنشوف الاستقرار هيكون بشكل نهائي على ايه يعني، واحنا هنا ما بنتكلمش في حاجه رسمي او في اي حاجه لما بتخلص رسمي يعني. الوطن سبورت، حسام عاشور وتصريحات تلفزيونيه ليه، قال لك بدايات فايلر مع الاهلي تذكرني بمانويل جوزيه، وهو يعني اتكلم بخصوص الشخصيه واتكلم بخصوص النتائج والست ماتشات، وقال الناس قائمه فايلر قبل ما يبتدي عشان السي في بتاعه كان جاي مش بالسي في القوي جدا، لكن واضح ان هو مدرب كبير واحنا مبسوطين معاه والامور ماشيه بشكل كويس. تصريحات حسام عاشور. في الجول، حمدي فتحي، فايلر والبدري بينصحوه بالتقدم للامام والمنافسه لصالح الاهلي، وهو بيقول ان هو مبسوط جدا جدا بتالقه خلال الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. بالنسبه لموضوع النادي الاهلي قال ان هو ما عنديش اي مشكله ان انا حتى لو الجهاز الفني قرر ان انا اقعد احتياطي انا ما عنديش اي مشكله، من مصلحه الفريق ده الاهم، وكلنا بننافس عشان الفريق يحقق اهدافه. قال كمان ان هو سعيد بثقه كابتن حسام بدري وانضمامه لمعسكر المنتخب الاخير ومعسكر كمان القادم. قال مثله الاعلى عالميا بوسكيتس نجم برشلونه، وفرانك لامبر طبعا اللاعب المعتزل لاعب تشيلسي السابق، و جيرارد طبعا نجم ليفربول السابق، وقال في مصر هنا كان مثل حسام غالي وحسام عاشور بتعلم منه في تدريباته وقال كده، ومحمد شوقي كمان. طبعا محمد شوقي كان لاعب كبير، هم الثلاثه بصراحه اجمل من بعض يعني. دي تصريحات حمدي فتحي. نروح لخبر اخر، بطولات، تصريحات لرامي ربيع. رامي ربيع قال ايه؟ هو اتكلم عن انضمامه لمنتخب مصر، قال انه سعيد ان هو بيعود لمنتخب مصر. بالمناسبه رامي ربيعه لعيب منتخبات، يعني لاعب مهم قوي، هي اصابات بس اللي حرمته. هو كمان بيتطرق لموضوع الاصابات ده، قال انا ما بفكرش فيها خالص،
وده بيبقى قضاء وقدر، لكن انا جاهز خلال الفتره الجايه مع منتخب مع النادي الاهلي. خط الدفاع الاهلي بيعود، ده كلامه بيقول ان احنا عندنا منافسه كبيره جدا في خط الدفاع ده، وعندنا لاعبين مميزين قوي، والمدير الفني هيختار مين مننا كلنا عشان يشارك بصفه اساسيه يعني. فان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. رامي ربيعه قال كمان ان مجلس اداره النادي الاهلي دايما في ظهرنا، واتكلم على دوري الابطال، قال ده هدف بالنسبه لنا مهم جدا. عايز اروح لخبر اخر، 13 بتقول الاهلي يجهز خطه رحيل جيرالدو. الموضوع مش مستاهل خطه يعني، لو الناس في النادي الاهلي قرروا او المدير الفني قرر ان جيرالدو ما يبقاش موجود، هيشوفوا العرض اللي هيجي له وهيناقشوا العرض، لكن مش خطه ونشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي ومين هيمشي ومين هيقعد، طب نلف نكلم المواضيع ما تمشيش كده خالص يعني. ده لو يعني لو النادي الاهلي فكر في قصه جيرالدو. نروح لاخر خبر معانا، دوت الاهرام. شباب الاهلي لكره القدم مواليد 99 فازوا على دجله بثلاث اهداف نظيفه، وبيتربعوا على قمه الدوري برصيد 23 نقطه، لعبوا 9 ماتشات فازوا في 7 وتعادلوا 2، وبيجوا في المركز الاول، وكمان في المركز الثاني هم فرق 3 نقاط مع بيراميدز والاسماعيلي اللي هم في المركز الثاني. المركز الرابع حتى السابع تتساوى فرق اف سي مصر واسوان وطلائع الجيش وانبي على الترتيب برصيد 15 نقطه، بيجي نادي الزمالك في المركز الثامن برصيد 13 نقطه، والانتاج الحربي في التاسع برصيد 12 نقطه. دي كانت بعض الاخبار اللي تتعلق بنادينا العظيم النادي الاهلي في المواقع. عايز اروح بقى الفاصل، لان الفقره اللي جايه فقره غايه في الاهميه، وانا عارف ان حضراتكم بتستنوها دايما كل اسبوع، فقره حواريه مهمه مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم في ملفات عديده. استنونا بعد فاصل. الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير ضيفنا في حلقه اليوم. يا استاذ قوسي اهلا بيك. اهلا بيك يا امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ربنا يخليك ده نورك. عايز ابتدي معاك بخبر هنا جوده لاعبه تنس الطاوله بالنادي الاهلي، واللي فازت بالميداليه البرونزيه في بطوله العالم للقارات، وانجاز كبير جدا تحت حقيقه يعني. طبعا حقيقه هنا بنت النادي الاهلي الطفله الجميله 12 سنه، هي عندها 12 سنه بتعمل انجازات يعني غير مسبوقه يعني في تاريخ مصر في تنس الطاوله، خلينا في تاريخ مصر مبدئيا. لما تكون بنت عندها 12 سنه وتفوز في الموسم ده ببطوله، هي تحت 12 سنة، تحت 12 سنة فازت بيها، دخل بطولة تحت 15 سنة فازت بيها، دخل بطولة تحت 18 سنة فازت بيها، دخل بطولة السيدات الأولى المفتوحة فازت بيها، بسم الله ما شاء الله، حاجة عظيمة جدا. راحت لعبت في بطولة العالم للقارات ممثلة لمصر، خدت ميدالية برونزية، يعني حاجة عظيمة جدا ما حصلتش. طبعا الحاجات اللي قلتها لك في مصر دي ما حصلتش في التاريخ، يمكن كانت قبل الهوا في السن ده يعني، في السن ده يمكن كنت قبل الهوا مع معايا تليفون مع الكابتن معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاوله، فبنتكلم عن هنا جوده، فبيقول لي حاجه مذهله، حاجه يعني غير مسبوقه، دي لاعبه استثنائيه في تنس الطاوله، موهبه ما شاء الله موهبه، فما شاء الله حاجه. والحقيقه لعبه تنس الطاوله في مصر بشكل عام بتشهد يعني طفرة كبيرة جدا وطفرة غير مسبوقة. عندنا عمر عصر، لا طبعا عندنا ابطال كتير جدا، ودينا مشرف ودلوقتي محترفة بره، لكن ما تفعله هنا جوده هو انجاز كبير بكل المقاييس. لاعبة النادي الاهلي انجازات مشرفة، نتائج عظيمة، اعتقد ان هي هيكون ليها يعني باع طويل جدا في العالم. يمكن من اطرف الحاجات لما هي اعلنت تحدي محمد صلاح وقالت ان هي نفسها تلعب ماتش مع محمد صلاح، وكتبت ده على الاكونت بتاعها، فكان من الطريف ان محمد صلاح برضه يقوم بالرد عليها. طبعا هي عندها 12 سنه، فصلاح قال لها طب ابعت لك مكه الاول تلعبك ولا جي لي كان على طول، عموما ما فيش مشكله، انا قابلت التحدي، تقوم هي ترد عليه بمنطق تاني غريب جدا، تقول له لا انا بحب اللعب مع الكبار، مكه تيجي تتفرج يعني. فطبعا يعني واضح ان هي عندها شخصيه، ودي شخصيه النادي الاهلي في كل حاجه ما شاء الله، حاجه عظيمه وحاجه قيمه، نتمنى ليها التوفيق يا رب باذن الله خلال المرحله المقبله يعني. بما اننا بنتكلم في شخصيه الاهلي يا استاذ اوسي، اكيد تابعت حوارات نجوم النادي الاهلي على مدار الايام القليله السابقه في مختلف القنوات بما فيهم قناه النادي الاهلي، هنا بعض الحوارات المهمه والمميزه، رايك ايه في تصريحاتهم؟ يعني خلينا نتكلم معاك، يمكن الاسبوع ده شهد مجموعه حاجات كده داخله ببعضيها بتعبر عن قيمه الاهلي وشخصيه الاهلي. يعني انا لخصتها تحت عنوان اسبوع العظماء وعظمه الاهلي وجمهور الاهلي العظيم. حلو حلو يعني.
ثلاث حاجات، اسبوع العظماء وعظمه الاهلي وجمهور الاهلي العظيم. طب ايه الثلاثه دول؟ اسبوع العظماء بنتكلم على عظماء ليهم بصمه كبيره جدا في هذا الشهر، في شهر اكتوبر، ويمكن في الاسبوع ده تحديدا. اكيد الناس بدات تفهمني ان انا بتكلم على اعياد ميلاد شخصيات عظيمه كان ليها بصمه، واحنا بنتكلم عنهم فبنتكلم عنهم لانهم كان لهم بصمه مش عشان اي حاجه. فبنتكلم مثلا من يوم 26 كان عيد ميلاد وحش افريقي، كابتن اكرامي والد نجمنا المحبوب المحترم كابتن شريف اكرامي. فكابتن اكرامي شخصيه عظيمه جدا لها تاثيرها ولها بصمتها ولها قيمتها. يوم 27 كابتن سعد عبد الحفيظ، يعني نموذج اداري عظيم في النادي الاهلي، له قيمته وله بصمته كلاعب وكادارجي موجود في النادي الاهلي. نطلع يوم 29 عيد ميلاد كابتن فاروق جعفر من نادي الزمالك طبعاً. يعني ده من الشخصيات العظيمه جدا اللي موجوده كرويا في مصر ومن المواهب الكرويه العظيمه. كابتن فاروق جعفر شخصيه جميله جدا ومحترمه. لما نوصل ليوم 30 هنلاقي الاسطوره كابتن محمود الخطيب، تاريخ ميلاده اللي كان بالامس، واللي رغم هذه الاسطوريه ورغم هذه الانجازات وان الناس بتسعى للاحتفال بهذا الكلام، الا ان كابتن الخطيب كان لديه اصرار على منع الاحتفالات ليس على قناه الاهلي في حسب التي هو رئيس النادي. والطبيعي جدا لما حد يكون عنده قناه اعلاميه وعنده حاجه زي كده والناس بتحتفل بيسيبهم، بل هو في من تحت الترابيزه الناس بتقول لا ده كابتن الخطيب ان قناه صدى البلد. والكلام ده انا مش جديد، الكلام ده اعلنه الزميل العزيز هاني حتحوت لما اعلن ان هو بيجهز حلقه للاحتفال بعيد ميلاد الكابتن الخطيب والكابتن فاروق جعفر في نفس الوقت يعني. فكان المفروض هيبعتوا كاميرات تصور كابتن الخطيب، لكن الكابتن كان معترض على هذا الامر يعني. ثم الكابتن كلمه وقال له انتوا عايز تحتفلوا ليه بعيد ميلاد؟ ما تحتفلوش بعيد ميلاد، انا مش عايزكم تحتفلوا بعيد ميلاد يعني بلاش تفخموا من الموضوع وتكبروا الموضوع. شوف هذه الشخصيه العظيمه، هذه القيمه العظيمه اللي مش قناه الاهلي بتتكلم عليها، ده بره كل القنوات بتتكلم عليها وكل القنوات احتفلت بيها. يمكن في قناه صدى البلد تحديدا اتعملت له حلقه، الاعلامي احمد موسى عمل له برضه جزء كبير جدا. الاتحاد الدولي لكره القدم ارسل تهنئه وبيرسلها لكل العظماء والاساطير في كره القدم يعني. فدي القيمه ودي الشخصيه ودي النماذج العظيمه اللي موجوده يعني في البتاع. فده اسبوع العظماء اللي اتولد فيه، بقول لك هذه الشخصيات اللي بنهنيها باعياد الميلاد. هذا الشهر او شهر اكتوبر بشكل عام بيسمى يعني شهر العظماء، اتولد فيه عظماء كبار جدا في العالم. يعني مثلا لما تبص هتلاقي بيليه الأسطورة العالمي البرازيلي لاعب القرن العشرين، أعظم لاعب في القرن العشرين، زي ما الأهلي كده لاعب نادي القرن العشرين في النادي الأهلي. فبيليه في الأهلي نادي القرن الأفريقي. فبيليه مولود في هذا الشهر. بيليه طبعا أعظم هداف كرة قدم في التاريخ، 1281 هدف، أسطورة من الأساطير. أدي اتولد في شهر أكتوبر. لما تروح على الشخصيات العظيمة في مجالات أخرى تلاقي المهندس الكيميائي نوبل السويدي اللي اتولد في هذا الشهر، وهو نوبل ده مخترع الديناميت، اخترعه سنة 1867 يعني من حوالي 150 سنة. الاختراع ده كان يعني كان أسطورة لما طلع في العالم. نوبل ده جانا من وراء هذا الاختراع فلوس وعظيمة وثروة ضخمة جدا. الثروة دي ما خدهاش واتمتع بيها وصرف بيها واتفشخر بيها وعمل بيها حاجات كده عظيمة لنفسه، لا ده خدها ورصدها لكل العظماء والمبدعين اللي هيجوا بعده علشان ياخدوا ويعمل لهم جايزه اللي اسمها جايزه نوبل اللي هي موجوده دلوقتي. في برضه من العظماء اتولدوا في هذا الشهر برضه بيل جيتس الامريكي اللي عمل ثوره كبيره جدا في التكنولوجيا بشركه مايكروسوفت وبرامج تشغيل الحاسب الالي. في مهاتما غاندي، يعني في ناس كتير. القصد يعني طبعا انا بكلمك في الشهر ده كمان ولا لا؟ ها؟ حضرتك في الشهر ده كمان ولا لا؟ ده بس من العظماء برضه. طيب لكن يعني ده فيما يتعلق بعد ده اسبوع العظماء. طب يعني دخلت على عظمه الاهلي ومتعلق بالسؤال اللي انت سالته يعني بالامس. يمكن كان الاهلي كان الاهلي متوهجا على كل الفضائيات، يمكن كان في انطلاقه واستماح للاعبي الاهلي بالحوار من قبل كابتن سعد عبد الحفيظ، لان الاهلي في اجازه وكان قبل ما يسافر دبي، فكانت ايه طبعا فتح الباب فالدنيا ما صدقت. فشفنا امبارح حسين شحات كان على قناه الاهلي، شفنا الشناوي كان مع الكابتن شوبير في السبورت، شفنا حسام عاشور كان في على ام بي سي مصر، شفنا عادل مصطفى كان على قناه ثانيه وواحد من ابناء الاهلي، كلهم كانوا بيتكلموا على الاهلي، كلهم كان بيجمعهم الاهلي. فلما تلاقي حسين شحات يجي يقول لك وقبلهم احمد فتحي وقبلهم طبعا نجوم كتير جدا كانوا موجودين، وقبلهم كابتن سعد عبد الحفيظ كان هنا على قناه الاهلي. فدايما لما تلاقيهم بيتكلموا تكتشف عظمه الاهلي من خلال لا الناس اللي كانوا قاعد. لما تلاقي حسين شحات يقول لك انا يعني مش من دلوقتي انا كنت عايز اجي النادي الاهلي، لا ده من اول لحظه في حياتي انا عايز اجي النادي الاهلي. بيقول لك انا الحيت عشان اروح النادي الاهلي. بالظبط ده الح الحاح لا الح الحاح المفهوم المطلق يعني. ف
فيعني بذل جهود مضنيه، وحتى بعد ما راح والناس متمسكه بيه ومقابل مادي كبير جدا، الا انه كان مصرا على تنفيذ حلمه بالمجيء للاهلي. فده بيتلخص تحت حاجه، بعت كل حاجه من اجل الاهلي. ليه يا عم؟ طب ليه؟ لان الاهلي ده قيمه كبيره وقيمه عظيمه طبعاً. وان الاهلي ده حلمه اللي بيجري جواه وجمهور الاهلي حاجات عظيمه جدا. لما تروح لحسام عاشور وتلاقيه في كان في بي سي مصر امبارح ويقول لك انا لو هشتغل عامل في الاهلي هكون راضي، ايه يا عم حسام ده؟ ايه الكلام الكبير ده؟ هو الاهلي عظيم بالنسبه لك بهذا الشكل؟ والاهلي بهذه القيمه بهذه الدرجه بهذه الحلاوه؟ ليه انت مخلص قوي للنادي الاهلي بالشكل ده؟ اكيد حسام عاشور راى في الاهلي ما يخليه ان هو يقول لك لو هشتغل عامل او على بوابه الاهلي انا هشتغل. والكلمه دي كتير جدا من ولاد الاهلي بيقولوها يعني، لانهم بيعشقوا هذا الكيان بيحبوا هذا الكيان يعني. الشناوي قال لك انا جالي عرض من بيراميدز قبل الموسم اللي فات مبلغ كبير جدا يعني. انت كنت بتعرض خبر ليه بيتكلم في مثلا 113 مليون يعني. لا 113 مليون ده التوتال، الاهلي 88 وهو 25 مليون. فطب وما يفكرش في هذا الكلام. الاهلي عايزه انا اعمله يعني. ما فكرش في هذا الكلام ويتمسك بالمجال الاهلي. فالاهلي بالنسبه لهم قيمه كبيره تفوق القيمه الماديه بالزبط. ودي قيمه النادي الاهلي، هذا النادي التاريخي اللي بدات بذروته تمت من 1907 وحتى الان وهو متمسك بقيمه واخلاقياته وتقاليده. هطلع لك من النقطه دي حتى الكابتن عادل مصطفى وهو مدرب المقاصه حاليا مع كابتن احمد حسام بيدو عادل من النماذج الاهلاويه الجميله جدا المحترمه لما بيقول لك ان الاهلي بينجم اي حد، يعني عايز اقول لك ان الاهلي فضله على اي حد يعني. فتلاقي قيم كبيره جدا بتطلع من الناس وبتتكلم، وشوف الاحترام والقيمه والاخلاقيات من اللي اتربوا في النادي الاهلي شكلها عامل ازاي وبيتكلموا ازاي وبيتعاملوا ازاي. حاجه عظيمه جدا وحاجه مشرفه لهذا الكيان الكبير في النادي الاهلي. تطلع من عظمه من عظماء الاهلي لعظمه لاعبيه الى عظمه جمهوره. جمهور النادي الاهلي العظيم انا شفت له يعني لقطه الاسبوع ده يعني لفتت نظري، وهي لقطه يعني بيكررها جمهور النادي الاهلي. محمد محمود بعد ما اصيب وقبل ما يسافر قاموا وراحوا رايحين له البيت واقفين زي ما عمل مع مؤمن زكريا. ايه الجمهور ده؟ ايه الجمهور مع خلي بالك مع الفرق بين مؤمن زكريا ومحمد محمود؟ يعني مؤمن لعب في الاهلي وعمل تاريخه ده ما عملش اي حاجه خالص يعني، ده لعب مباراه وصاب وصف التمرين يعني. لكن جمهور الاهلي حاسس بقيمه هذا الشاب الطموح وحاسس بعشقه للنادي الاهلي وعارف ان ده في يوم من الايام هيبقى ليه قيمه كبيره جدا جوه النادي الاهلي. فعظمه هذا الجمهور، الجمهور ده يعني فعلا جمهوره ده حماه، جمهوره ده كيانه، جمهوره ده ليه بصمه كبيره جدا عليه، جمهور ده هو اللي مخلي له قيمه كبيره جدا جوه مصر وبره مصر وفي كل مكان. وده يعني كان تفسير كلمه اسبوع العظماء وعظمه الاهلي والجمهور العظيم يعني. عنوان مميز جدا في الحقيقه استاذ اوس يعني. ربنا يخليك يا امير يعني. طيب نتكلم في المعسكر بقى واستعدادات الفريق للفتره اللي جايه، وخلاص الفرقه وصلت هناك دبي، وعايز اتكلم على اوجه الاستفاده اللي ممكن يستفاد من خلالها مستر فايلر وجهازه خلال هذا المعسكر من وجهه نظرك. طبعا يعني انت في مرحله توقف ما فيش لعب ما فيش مباريات ما فيش اي حاجه، فطبيعي جدا ان الاهلي يكسر حاله الملل اللي موجوده دي ويغير مكان الفريق ومزاج الفريق. الحاجات دي بتفرق مع اللعيبه ويكون في تجمع وفي تواجد كبير جدا، تواجد اللعيبه مع بعضها وقت كبير جدا معاه حوالي 25 لاعب اثناء اللعيبه اللي موجوده في المنتخب الاولمبي يعني. فطبعا الراجل خدهم وسافر الى هناك يمكن من امبارح، النهارده في تمرين كانوا اول تمرينات ليهم، هيعملوا مجموعه تمرينات. لكن حتى لم يتم الاعلان عن اسماء المباريات الوديه اللي هتتعمل، اكيد في مفاوضات بتجرى هناك طبعا، وده نتيجه الظروف الصعبه. يمكن احنا الدوري الوحيد تقريبا متوقف في العالم دلوقتي يعني، علشان بس عندنا الناس كلها بتلعب. يمكن طبعا عشان الظروف اللي حصلت من 10 ايام اللي عدوا، وبالاضافه الى ان احنا بنستعد لبطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه وهي المؤهله للالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020. فكل فرق الدوري الاماراتي مشغول، عندهم ماتشات النهارده وبكره وبعده الاسبوع الجاي، فالناس ما عندهمش وقت يقدروا يلعبوا مباريات وديه مباريات حبيه او مع الاهلي، مع ان غالبيتهم يتمنوا اللعب مع النادي الاهلي. بالتالي اكيد الاتجاه سيكون هناك في البحث عن فرق ما بتلعبش، اللي هي فرق مثلا او مسابقات لسه ما ابتدتش، اللي هي فرق الدرجه الثانيه مثلا. وده مهم جدا ان الاهلي يلعب مباراه او مباراتين بحيث ان يقدر يحافظ على جزء من لياقه المباريات لدى اللعيبه، يقدر ينفذ بعض الخطط بعض الالعاب بعض الحاجات. وده مهم جدا يعني خلال المرحله الجايه. لكن انا مؤكد ان اي معسكر بيتعمل بكل قيمته وله اهميته. الاهلي متضرر من فتره التوقف دي بصراحه كده يا استاذ. طبعا الاهلي من اكثر المتضررين من اكثر المتضررين طبعا. انا بعتبر ان كل فرق الدوري تضررت من هذا التوقف تمام.
ولكن الاهلي الاكثر تضررا. ليه الاهلي اكثر تضررا؟ لان الاهلي يعني كان بادي بدايه للدوري، يعني بدايه يعني ما شفناش من سنوات طويله، بدايه ناريه، بدايه قويه، انتصارات كبيره، اداء عظيم، نتائج عظيمه، بشكل مختلف، بادي ببطوله، يعني خدت بطوله وبدات بعد كده خدت الماتشات اللي انت خدتها كلها كسبتها، وكسبتها بنتائج، وكسبتها باداء مميز، وبقى ليك شكل، وبقى ليك استرديت شخصيتك وقيمتك الكبيره جدا معروف عنك كنادي الاهلي، وبدات يعني يبقى ليك ايه يعني رهبه عظيمه جدا موجوده في النادي من النادي الاهلي في في في, في في الموسم الحالي يعني. وفجاه يتم التوقف، طبعا ده اكيد بيوقف حاجات كتيره جدا، بيقلل من اللياقات البنيه البدنيه والفنيه ولياقه المباريات، بيوقف انتصارات الاهلي، يعني طبعا ده ضرر كبير جدا هو على النادي الاهلي يعني. كان طبعا المفروض تلعب ماتشين او ثلاثه قبل التوقف اللي تم التوقف، فحرمك من انك انت تلعب ده يعني. الاهلي هيقعد تقريبا اخر ماتش لعبه المفروض كان ماتش زيك يوم 19، كان الماتش اللي قبله اعتقد يوم 14 او 14 يعني او 15 يعني، كان 15 يعني، كان قبل بالظبط كان يوم 15 يعني. فمتخيل حضرتك انك هتقعد من يوم 15 اكتوبر لغايه يوم 25 نوفمبر ما بتلعبش ماتشات، انت بتتكلم كده في 40 يوم تقريبا يعني. طبعا 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 يعني ده فتره راحه بين الموسمين يعني تقريبا يعني. فطبعا يعني اعتقد ان الاهلي يعني هو اكثر المتضررين من هذا التوقف يعني. نتمنى الا تتعرض الكره المصريه لتوقفات ثانيه باذن الله يعني. طيب بعد العوده، بعد العوده ان شاء الله للمباريات، يعني اول مباراه المفروض يوم 25 بعد فتره التوقف دي، هل من المتوقع يا استاذ اوسي ان احنا نشوف الاهلي بنفس المستوى الفني والبدني والنتائج اللي شفناها بختام مباراه اسوان، ولا هيبقى في بقى بدايه تدريجيه وعوده النادي الاهلي تدريجيا للمباريات بمستوى فني مميز واللي ممكن يكون بينتظر جمهور النادي الاهلي؟ بتشوف الجزئيه دي ازاي يعني؟ طبعا يعني نتمنى ان الاهلي يعني يكمل ما انهاه في اخر مباراه ليه في المسابقه. تمام. لكن انا ما اقدرش اقول لك ان انا اتوقع الاهلي يرجع بالمستوى ده او يرجع بشكل تاني، ما اقدرش احكم بده لان الاهلي غاب عننا 40 يوم من غير كوره، مش شايفينه يعني. مؤكد ان التوقف والبعد عن المباريات الرسميه هو ان انت هترجع تدريجيا، بالظبط هتتأثر، لا لا عمرك ما هترجع باللي ختمت بيه ده، انت ترجع بده، انت دلوقتي بتبدا من جديد صح. وده يعني يعني للاسف الشديد، ما عشان كده بقول لك الاهلي اكثر متضررين من هذه العمليه. انك انت مؤكد لانك انت كنت وصلت لمستوى معين، ف يعني هتحافظ عليه وتزود عليه كويس. اعتقد انك لسه هتبدا تلملم تاني من جديد وتلم وتعمل وتشتغل يعني. طبعا عمليه مش كويسه، وده طبيعي جدا لاي فريق يعني. مؤكد انك انت يعني هترجع، لكن اتمنى الاهلي يرجع، والمؤكد ان شاء الله انه سيرجع كما كان يعني باذن الله. هل نقدر نحكم على مدى قدره النادي الاهلي الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي بعد اول ست ماتشات، ولا لسه شويه؟ لسه بدري يا امير، احنا داخلين على، انا بتكلم على المدير الفني، بتكلم على مقاومات انا فاهم. لا لا داخلين على دوري المجموعات كويس. ما لعبناش ولا ماتش في دوري المجموعات لغايه دلوقتي سواء لاي فريق، وما تعرفش مستويات الفرق الاخرى شكلها ايه. طبعا دي بطوله كبيره والدوافع بتكون كبيره جدا عند كل الفرق، ما ينفعش ان انا كداخل على بطوله اقول انا البطوله دي خلاص انا ماسكها في ايدي او تحت جنبي او انا المرشح. طبعا الاهلي دايما بيبقى المرشح. انت بتتكلم في الاهلي واخد 8 القاب رقم قياسي بالظبط، لما تتكلم اخر الثلاث بطولات الاهلي عامل فيهم 2 فاينل اللي هو سبع ما كان مع الترجي ومع الوداد وخرج الاخر ثلاث اربع سنين موجود، الاهلي عامل فيهم 2 فاينل يعني بالظبط، واخد بالك. وكان قاب قوسين او ادنى من فوز بطوله. فوجود الاهلي دايما بيبقى مرشح بقوه، او اي فريق مصري بيبقى مرشح بقوه للبطوله سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه. يا ما بالك بالاهلي اللي هو يعني سيد انديه القاره ونادي القرن الافريقي والحاصل على 8 القاب متجاوزا كل الفرق اللي موجوده يعني. فمؤكد الاهلي مرشح بقوه زي ما مرشح الترجي، زي ما مرشح الزمالك، زي ما مرشح النادي الاهلي. بالمناسبه يا استاذ اوسي، دي لقطات لاول مران للاهلي اللي قدامنا دي، وهم داخلين الملعب المران اعتقد انه انتهى من حبه صغيرين جدا يعني. تمام. مؤكد هو كان بدا من انا عايش جمهور النادي الاهلي لحظه بلحظه باذن الله في هذا المعسكر. اتفضل يا استاذ اوسي. فالاهلي بالتاكيد مرشح وينافس بقوه، لكن الاهلي السنه دي مختلف عن الثلاث سنين اللي فاتوا في دوري الابطال. الاهلي السنه دي لديه فريق قوي، لديه فريق مميز، لديه مدرب مميز بيلعب كره جميله وكره مميزه. اعتقد ان هي لن يكون من السهل ان الاهلي يفرط هذا العام في حلمه باسترداد دوري الابطال الافريقي اللي غايب عننا من
2013 طبعا عايز يعني اقول لك وجود الاهلي في دبي بالظبط يعني انا احدى المعسكرات كنت مع الاهلي في في دبي الحقيقه يعني هناك بيبقى يعني ايام اعياد بالنسبه لهم يعني وبيتوافدوا على الاهلي من كل الامارات اللي موجوده في دوره الامارات العربيه يعني بيجوا يعني من مسافات بعيده ممكن ناس تيجي من ابو ظبي ناس تيجي من العين ناس من الشارقه ناس من بيسافروا عشان يشوفوا بيسافروا عشان يروحوا يشوفوا لعيبه الاهلي ويقعدوا معاهم ويتصوروا معاهم وبيبقوا جايين ايه باسرهم وباولادهم بتبقى حاجه جميله جدا دي قيمه النادي الاهلي يعني انت الاهلي اينما حل هتلاقي له رواد وعشاق ومحبيه يعني في كل مكان يعني دي حاجه ايجابيه في الحقيقه وان شاء الله النادي الاهلي يستفاد اكثر استفاده من هذا المعسكر لا ودي صور معانا الناس من هناك مروان محسن عامل نيو لوك كمان لا ما شاء الله يعني موفقين باذن الله طيب عايز نتكلم على الفتره ما سالتنيش على المباراه العبقريه بتاعت امبارح انهي اتفرجتش على الماتش اللي جاب 10 جوان امبارح ما ده احنا نتكلم فيه طبعا يعني ده حاجه جميله جدا حاجه عظيمه الواحد اتمتع يا استاذ والله بنتمتع بكل الماتشات في كل حته ما عدا في مصر للاسف لان ما فيش انتظام للمسابقات يعني في الحقيقه خلينا في الاهلي الاهلي الاول هنختم بموضوع ليفربول وارسنال لا يعني طبعا الملعب واضح ان ملعب كويس جدا ده ملعب النادي الاهلي دبي موجود في دبي ملعب قوي ملعب مميز والتمرين بيتمرنوا عليه طبعا هو هناك ده مجمع كبير جدا لنادي الاهلي في دبي مكان نادي عريق بالظبط جدا وطبعا من الاسماء المشتقه اللي بتنتمي للنادي الاهلي يعني بالزبط. الاهلي يعني له تاثير كبير جدا في المنطقه وخصوصا في الاهلي دبي اهلي السعوديه يعني اهلي كتير جدا موجود يعني فالناس دايما بيرحبوا بالاهلي وبيكون عندهم استعداد كبير جدا ان هم يستضيفوا النادي الاهلي ويوفروا له كل طلباته ويحللوا كل مشاكله يعني كان النادي الاهلي موجود في بيته يعني الحقيقه يعني فتحيه طبعا ليهم اخواننا واشقائنا اللي موجودين في دبي قائمين على امور النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي واستعداداته من خلال معسكر خارجي بالامارات وبالتحديد في مدينه دبي وان شاء الله الامور كلها تسير بالشكل المميز والمطلوب بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. عايز اتكلم شويه بقى على بعض الاخبار المحليه، النهارده كان عندنا اخبار محليه كتير جدا في الوقت ما اسعفناش للاسف واخبار ايضا عالميه. لكن هنبتدي بالمنتخب الوطني الاول يا استاذ اوسي وفي مباراه خلاص بشكل نهائي مع ليبيريا يوم 7 باذن الله 7 نوفمبر المباراه هتبقى من غير المحترفين هينضموا بعد هذه المباراه يعني بتشوف مدى اهميتها ايه بالنسبه للكابتن حسام البدري وتاني مباراه وديه بالنسبه له يعني. طبعا مهم جدا ان الكابتن حسام البدري يلعب اكثر من مباراه وديه علشان يقدر يعني يحط بصمته الى حد ما يحط اللعيبه اللي يعتمد عليها يتفرج على اللعيبه يشوف قدره اللعيبه على التنفيذ بعد ما لعب ماتش بوتسوانا والحقيقه مردود ما كانش جيد بالنسبه لنا والمستوى ما كانش يعني مرضي لكن احنا علينا نتجاوز ده لان دي في النهايه مباراه وديه مباراه تجريبيه هو بيجرب فيها عادي جدا المباراه ما فيش اشش مشكله اعتقد انها تكون فرصه كويسه لمنتخب ليبيريا لمنتخبنا مع ليبيريا ان هو يلعب المباراه دي يوم 7 قبل ما يلعب يوم 14 و18 مع كينيا وجزر القمر فطبعا اكيد مباراه تكون تجريبيه مهمه جدا هيجرب فيها كل العناصر المحليه اللي موجوده معاه منتظرا العناصر المحترفه اللي موجوده خارج مصر اكيد دول هيكونوا اضافه كبيره جدا للفريق وخصوصا فيما يتعلق محمد صلاح ربنا يشفيه يا رب ان شاء الله هو خلاص شوف يا من الاصابه يعني جاهز لمباراه استون فيلا يوم السبت باذن الله دي الاخبار اللي جايه من هناك يعني ان شاء الله يعني يكون جاهز ده لسه المباراه دي عليها مشكله لان لا خلي بالك دي مباراه دوري انجليزي لا دوري انا فكرت طبعا عليها مشكله بتاعت كاس الرابطه اللي هتلعب في ديسمبر و 16 ديسمبر بالظبط هتلعب تقريبا يوم 19 او 16 وبعدها بيوم على طول عنده ماتش في كاس العالم للانديه طبعا هيتم تاجيلها بالظبط فدي مباريات بتؤجل لعذر قهري ما حدش يقدر يتكلم فيها يعني لكن يعني فريق بيلعب في كاس العالم للانديه ومؤكد ان هيأجلوا له الماتش يعني أكيد. وده في كاس الرابطه مش في الدوري الانجليزي يعني الدوري الانجليزي ما بيتأجلش فيه ماتشات يعني الا لما تكون حاجه يعني خارجه عن حدود البشر يعني نتمنى ان احنا نوصل في يوم من الايام الى هذا المستوى يعني ممكن. من البتاع والله ما فيش حاجه مستحيله طبعا ممكن و60 ممكن كمان لو صلحت عندنا النوايا لو كنا بنتعامل مع كفاءات موجوده في كل الادارات الخاصه بالكره المصريه لو كان هناك يعني قدره على يعني عمل مسابقه ناجحه لو كانت عندنا رغبه ان احنا نعيد للكره المصريه قيمتها واهميتها ورهبتها وقوتها في المنطقه العربيه كلها يعني ومش هتقدر تحقق المستوى ده للكره المصريه غير لما يكون عندك مسابقه قويه جدا ومسابقه منتظمه جدا على كل المستويات ده ما حصلش لغايه دلوقتي وما تحققش والاتحاد اللي موجود اللي جه جديد اللجنه اللي ما وراهاش
اي يعني ما عندهاش اي فواتير، ما قدرتش تعمل ده للاسف الشديد، وحسابات اخرى دخلت وبوظت حاجات كتير جدا وافسدت المسابقه مبكرا. يعني نتمنى ان يتم تصحيح الاوضاع وان اللجنه تدير المسابقه بعداله وبشفافيه كبيره جدا، يعني من اجل مصلحه الكره المصريه ومش من اجل حد، مش اجل اشخاص ومش من اجل انديه يعني اطلاقا. يعني طب عايز ارجع للكابتن حسام البدري، ويعني مثلا البوابه سبورت النهارده بتقول ان الكابتن حسام البدري يستقر على اسماء المستبعده من قائمه الفراعنه، وبيقولوا اهم الاسماء دي اللي هيتم استبعادها كهربا ورامي ربيعه، تتوقع استبعادهم ولا؟ بص، هو الكابتن حسام البدري اعلن عن ضم كام لاعب؟ 32 لاعب. حلو، تمام. اللي هيحتاجهم كابتن حسام بدري تقريبا يعني 23 24 25 واحد، يعني مؤكد كابتن حسام هيستبعد لعيب. واللي هيلعب بيهم في النهايه في الملعب 13 14 15 لاعب مؤكد، مفيش كلام في الموضوع ده. فاحنا بنتكلم في حاجات بتحكم كابتن حسام البدري، فلما يضم كابتن حسام البدري 32 ولا 40، في النهايه انت مطلوب كمنتخب او كمدير فني منتخب يبقى عندك في كل مركز، يبقى عندك بدل منتخب ثلاثه، بمعنى ان عندك في كل مركز ثلاثه او اربع لعيبه، ده رقم واحد، ده اثنين، ده ثلاثه، ده اربعه. فاذا غاب اي منهما حل البديل مباشره. هتعمل ده ازاي؟ هل تتم استدعاء لاعب ما انضمش قبل كده، ولا تجيب لعيبه تجهزها وتستبعدها، تجهزها وتستبعدها، بحيث انك في اي وقت تقدر تستفيد من هذا اللاعب. يعني البعض اعترض مثلا على ضم بعض اللعيبه زي رامي ربيعه، زي ما بتقول، زي كهربا، زي محمود وحيد، واتهموا كابتن حسام بدري بمجامله النادي الاهلي. جامل النادي الاهلي في ايه؟ مش عارف. طب يعني انت بتكلم، هو واخد 10 لعيبه من الاهلي، بس السنه الثالثه دول في سبعه من النادي الاهلي، سبعه دول قوه ضاربه ومن افضل اللعيبه اللي موجوده، اللي ثبتت وجودها في الدوري. انا ثلاثه بس عشان نوضح الدنيا. لا ايا كان، يعني في اعتراضات، ما بتكلم عليها، بيقول لك محمود وحيد ما بيلعبش مثلا، يعني ورامي ربيع يبقى اثنين مثلا يعني. فانتوا يعني يا جماعه، يعني ادوا الراجل فرصه يشتغل، اديه فرصه هو يعمل اوراقه، وحاسبوه على الكلام، بلاش نحولها اهلي وزمالك. مش كل حاجه تحول اهلي وزمالك يا جماعه، العلاقه بين الاهلي والزمالك اكبر من كده بكتير جدا واعظم من كده بكتير جدا. خلوا الاهلي والزمالك يعيشوا لحظات حلوه، لحظات سعيده، لحظات من الود، ولحظات من تنافسيه فقط. ده لحظات تنافسيه فقط، احنا مش في معركه مع بعض، مش لما يضم اللعبه صيد اهلي، ومش لما يضم اللعبه صيد زملكاوي، ومش لما يضم اللعبه. هذا الكلام لا يجوز، وهذا الكلام لا يصب في مصلحه الكره المصريه. يعني الاهلي والزمالك يعني احباء، ناديين بينتموا لوطن واحد، لقطر واحد، جمهوريه زي. طب ما انا اخويا واخوك زملكاويه، وفي اهلاويه، وفي يعني احنا البيت طبعا الواحد هتلاقيه متشابك مع بعضيه. انا هنخش في خناقات علشان الاهلي والزمالك ونتصارع مع بعض ونكره بعض كشعب؟ الكلام ده مرفوض يا جماعه. يعني حب وشجع وخليك مهذب كده، وخليك راقي، وخليك شيك في البقى. شفنا الماتش امبارح بتاع ليفربول، انت مصمم تتكلم عن الماتش؟ الماتش ده صعب جدا الحقيقه. اتفضل خلاص هسيبه لك دلوقتي. طب ماشي خلاص نتكلم. يعني بنشوف سلوكيات عظيمه جدا، يعني نفسنا نبقى زي كده، يعني واحنا يعني اخلاقنا وتقاليدنا وديننا، كل الحاجات دي بتامرنا بان احنا نبقى كده. يعني نبقى يعني دايما يعني خلي عندنا نوايا صالحه، مش كل حاجه نفسرها بسوء نوايا. يعني مش يعني الامور دي مش الناس قاعده امبارح بتتمتع بالماتش. انت هتخسر؟ ده ماتش كوره؟ ده مش ماتش كوره، ده حاجه غريبه، ده حاجه كده. يعني انا امبارح كتبت حتى يعني حاجه بوست كده بقول اللي ما شافش الماتش ده ما شافش كره قدم، وان اللي ما شافوش خليه قاعد كده حاسس ان احنا عندنا حاجه اسمها كره قدم. للاسف مع اننا والله بنمتلك امكانيات لاعبين مميزين جدا يعني، وعندنا بنيه تحتيه معقوله، هو النظام، وعندنا جماهير محترمه، وعندنا كل حاجه يعني. هو النظام يعني. طب يعني مش بقارن طبعا، محمد صلاح كان غايب امبارح، ما حاولوش ياجلوا الماتش ليه؟ مش عارف. وبيلعب مع مين؟ مع ارسنال يعني. وده طبعا وما ادراك ما ارسنال وليفربول، قمه عظيمه يعني. بس برضه خلي بالك، هو كلوب امبارح كان بيلعب بالصف الثاني، يعني بيلعب بالصف الثاني، وفيرمينيو كانوا بره. ماشي، بص بيلعب بالشكل. لا شوف شخصيه الفريق، شخصيه البطل، شخصيه ليفربول، حتى الحارس كان الحارس الثالث. طيب انا بقول لك يعني، ورغم ذلك قدر يقهر ارسنال وقدر يتميز وقدر يتفوق. وبيتفوق ايه؟ وهو بيتاخر، ومش بيتاخر بجون، بيتاخر بجونين. اتاخر في البدايه، واتاخر 3-1، واتاخر 4-2، ويتعادل، وبعد ما يوصل للتعادل 4-4 يجي فيه جون في الدقيقه الاخيره، وما يفقدش الامل، يظل يقاتل ويجيب جون في الدقيقه. نشوف 10 اجوان في ماتش يا استاذ امير. هو انت عمرك شفت كده؟ هو احنا بنلعب ايه؟ هاند بول؟ احنا شفنا 8 اجوان في ماتش، فاكر ماتش الاهلي الاسماعيلي؟ لا ده ماتش التاريخ، ده اعظم ماتش في تاريخ الكره المصريه. شفنا فيه 8 اجوان، لكن هذا ماتش شفنا فيه 10 اجوان، 5-5. يعني مش هنقول فرقه ضعيفه وحط فيها 10 ولا 8 اجوان، لا ده الفرقتين واجوان ايه، وخصوصا احنا بنلعب خماسي مع صحابنا ما بنجيبش 5-5. وخصوصا لا الحاجه، وخصوصا الاجوان من الثالث. يعني اخر 3 اجوان بتوع ليفربول، واخر 3 اجوان بتوع الارسنال. امبارح حط هدف إيه ده؟ يعني فظيع. ايه يعني الحاجات دي اتحط ازاي؟ على فكره انا والله كنت مشفق على الاجوان، يعني الاجوان يعني
بص مستحيل الجون ملوش علاقه بحاجه خالص، ملوش علاقه بيها، دي مش دي ما لهاش بوم. في جزئيه يعني بقى لازم نتكلم عليها يا استاذ اوسي، يعني انا افتكرتها دلوقتي، مثلا مسعود اوزيل ما بيلعبش خالص مع يوناي امري خالص، مستبعد من كل الماتشات في الدوري الانجليزي. امبارح لما تم استدعائه لعب بمنتهى الروح، طب شوف الاحترافيه، بس ده لاعب ولاعيب مؤثر كمان، مش عارف ازاي يوناي امري ما بيستعينش بيه. ماشي ده لاعب محترف، بس هو ايه بالظبط؟ لا قيمه اللاعب او قيمه اي حد في اي مجال انك دايما تبقى جاهز للفرصه بالظبط، علشان ما تاكدش وجهه نظر الاخر فيك انك فاشل. احنا عندنا هنا اللاعب المصري ايه، يتقمص وما يستهتر في التدريب، ما يتمرنش كويس، يتكاسل بالظبط، كلام من ده. لا ده مهم جدا، ده لاعب محترف بيشتغل على نفسه، وانت في اي وقت ما قلت لي انزل انا هنزل وكاني بلعب طول الوقت معاك يعني. فدي ناس محترمه ودي عقليات محترمه وعلاقه مختلفه. وخلينا نرجع لك لشخصيه البطل، انه رغم هزيمته وتاخره الا ان في الدقيقه 93 بيتعادل ويروح لركلات الترجيح ويكسب المباراه، حاجه خياليه يعني. انا ما كنتش متخيل الحقيقه ان هم يكسبوا المباراه يعني، وما كنتش متخيل كم هذا المتعه في كره القدم يعني. انت بتقول صف ثاني وصف ثالث، ما حسيناش خالص ان صف ثاني، ما حسيناش بغياب صلاح ولا من ولا فيمن ولا يعني، حاجه مبهره جدا. يا رب في يوم من الايام نشوف يبقى عندنا كره قدم زي كده يعني. يعني كنا مستبشرين ان الاهلي اهو ماشي وطلع السنه دي بشكل شيك وحلو وبيمتعنا بكره القدم، لاول مره نشوف مباراه كامله كده يعني طبعا 90 دقيقه فيها متعه، لكن الدنيا وقفت للاسف الشديد. ربنا يرجعنا تاني للمستوى ده. وبقينا متشوقين اكتر لعوده الاهلي بالمباريات الرسميه في الحقيقه يعني. طيب خلينا نروح للمنتخب الاولمبي نتكلم عنه شويه، لان في الحقيقه بطوله مهمه قوي، لازم الكل فعلا يركز في البطوله دي. هي شغلنا الشاغل في الايام المقبله طبعا يعني. ومهم جدا الجمهور باذن الله المصري يكون متواجد في استاد القاهره ويؤازر منتخبنا الاولمبي. بتشوف ازاي الاستعدادات، متفائل ولا لا؟ فرصنا عامله ازاي من وجهه نظرك؟ يعني انا زي ما قلت لك المنتخب الاولمبي مع كابتن غريب، طبعا كل امنياتنا وطموحاتنا احنا كمصريين، هدفنا الاول ان احنا طبعا واحد نتاهل للالعاب الاولمبيه، اثنين نفوز بالبطوله اللي مقامه على ارضنا. يعني يعني ما يعني اتمنى ان ما اللي حصل معانا في المنتخب الاول في كاس الامم الافريقيه وطلعنا من دور ال 16، اتمنى ان ما يتكررش معانا. دي بطولتنا وعلى ارضنا، يبقى ان شاء الله الكاس بتاعتنا ده دايما يكون اساس. ودي مطر يا جماعه، لما مطر يلعب بطوله فاصل لازم نفوز بيها يعني، بفضل الله يعني. هتقول لي فرقه تقيله، فرقه متطوره، لا احنا برضو فرقتنا تقيله، فرقتنا كبيره، فرقتنا فيها نجوم كبير جدا، فرقتنا فيها لعيبه عظيمه جدا تقدر تصنع الفارق بشكل واضح جدا. احنا قلقنا صحيح من المباريات الوديه اللي المنتخب عملها وبدانا نحط ايدينا على قلبنا من المنتخب، لكن طبعا ثقتنا كبيره جدا في رجاله المنتخب مصر، هم شباب دون 23 عاما كلهم، لكن ان شاء الله ان شاء الله هيقدروا يحققوا نتائج طيبه. لكن انا زي ما اقول لحضرتك يعني، انا يهمني ان احنا نفوز بالبطوله دي طبعا. مهم جدا انك تفوز بالبطوله دي وتاخد المركز، مش تطلع تتاهل تالت، لا انا انت تتاهل وانت معاك اللقب، تتاهل من الباب العالي ومن الباب الواسع، ولا تتاهل من ثقب ابره كما يقولون يعني. فده مهم جدا، مهم ان احنا ناخد يعني، مش يعني مهم ان انت توصل اولمبياد طوكيو، بس الاهم ان انت تاخد البطوله كمان. لا هو طبعا اهم انك انت تطلع الاولمبياد طبعا، مفيش حاجه اعظم من الاولمبياد طبعا يعني. لما تروح الاولمبياد وانت واخد البطوله، لما تروح طبعا ما انا عايز، هو انا لو ما خدتش البطوله وما قدرتش اتغلب على بطوله افريقيا اروح العب ازاي مع ابطال العالم التانيين البرازيل والارجنتين والمانيا وفرنسا؟ ما انا عايز اروح برضو العب واظهر بشكل كويس وشكل مميز يعني. فان شاء الله ربنا يعني يوفقهم ويقدروا يحققوا نتائج طيبه. عندهم طبعا ماتش افتتاح مع مالي، وده ماتش تقيل جدا، فرقه تقيله وعندها لعيبه محترفين، كل ده ما يفرقش معانا. انا ما بتخضش من حكايه المحترفين، احنا مش محترفين، احنا لما عملنا اعظم انجازاتنا في الكره المصريه في 2006 و2008 و2010 كنا بنواجه كل محترفين افريقيا، منتخبات كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا، كلهم كانوا تقريبا مش ال 11 ال 23 اللي موجودين بره كانوا محترفين بالظبط. احنا ما كانش عندنا حد مؤثر يعني. احنا في 2006 كان عندنا احمد حسن وميدو، 2008 كان عندنا زيدان واحمد حسن مثلا يعني، على ما اتذكر 2010 يعني. كان عندك مين؟ زيدان برضو وحد تاني يعني، محمدي باين ما كانش فيه تاثير كبير جدا في الموضوع يعني، واخد بالك؟ فان شاء الله اللاعب المصري بيقدر يشتغل بشكل كويس جدا وبيقدر يدي بشكل كويس جدا، وربنا يوفقهم ان شاء الله ويحققوا نتائج طيبه يفرحوا بيها الجمهور المصري ويسعدوه، وتكون البطوله دي ان شاء الله فرصه لعوده الجماهير وحل هذه المشكله. لا سيما ان احنا لدينا انباء على ان تذكرتي تتدخل في هذا الامر، مش عشان البطوله لا عشان الدوري فيما بعد، وهناك طيب. انباء عن ان البطوله الجمهور هيرجع المدرجات بعد كاس طيب. الامم الافريقيه. ممكن اتكلم معاك بصراحه منطقيه، احنا اتكلمنا في القصه دي كم مره كدير. قبل بس كده قبل كل مناسبه يعني، بطوله الامم الافريقيه اللي فاتت في مصر قلنا ان فرصه للجمهور والدنيا هترجع، والجمهور ما عملش حاجه في الحقيقه، بس للاسف وطبقا للرؤيه الامنيه طبعا بنحترمها الامور ما عادتش. برضه كان في مناسبه قبلها نفس القصه، المره دي هل تتوقع الاستمرار في عدم حضور الجمهور حتى رغم باذن الله نجاح البطوله بعد ما تنتهي؟
لا ما توقعش. يعني ان شاء الله هيرجع جمهور؟ لا بقول لك ما توقعش. ما توقعش انه هيرجع. طيب لان كل السوابق بتقول ان هي ان احنا بنعمل حاجه ونقف عند النقطه ونرجع تاني من اول الصف. للاسف يعني انا اقول لك عوده كان المفروض دلوقتي داخلين على العوده الكامله للجمهور. ان كان يبقى في العوده التدريجيه بعد كاس الامم الافريقيه وبتاع وده، لكن ما حدث من انتهاء كاس الامم الافريقيه لغايه المرحله اللي احنا فيها دلوقتي ما بيدناش مؤشرات بتقول ان الجمهور ممكن يرجع. يعني احنا طبعا نتمنى انه يرجع. لك معلومات ان بعد البطوله ممكن باذن الله الجمهور يرجع بشكل طبيعي؟ ما انا بقول لك في يعني في انباء تبدو سعيده. يا رب يا رب. لكن احنا انباء تبدو سعيده دي يعني بنستقبلها كتير جدا. احنا يهمنا عوده الجمهور، والنادي الاهلي يعني من اكتر الفرق المحتاجه الجمهور. متخيل ان اداء النادي الاهلي وسط بالشكل ده وبالمستوى ده وسط جمهور ممكن يعمل ايه يعني؟ واخد بالك؟ الجمهور هيعلي قيمه الدوري المصري، هيعلي من الحماس، هيعلي من المستوى طبعاً. الفني طبعاً. للفرق، هيزيد من المتعه والاثاره، هيخلينا يعني عايشين في اجواء مباريات بدل يعني المباريات الصامته اللي احنا بنشوفها دي ولا نسمع لها همسا يعني. او حتى احنا نشوف مباريات ده احنا مباريات ما نشوفهاش دلوقتي. ما حتى ما هي خلاص. ان شاء الله باذن الله الامور تعود لطبيعتها في مصر في الرياضه المصريه بالتحديد. يعني مصر الحمد لله الدنيا جميله وزي الفل والناس كلها الحمد لله عايشه في امن وامان، لكن احنا نفسنا الكوره الرياضه في مصر ترجع بالشكل الطبيعي يا استاذ اسيو. ده هيبقى شيء مهم جدا ان شاء الله، والكل بيسعى لتحقيق هذا الهدف. استاذ دايما بستمتع يعني. ربنا يخليك يعني. اشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا امير. ربنا يخليك موفق يا رب دايما ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. ده نور. دي كانت حلقتنا النهارده، حلقه الخميس من كل اسبوع كان بينورنا وشرفنا في الفقره الحواريه الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا في امور كتيره جدا كان اهمها مباراه ليفربول وارسنال. ماشي. دي كانت اخر حلقه في الاسبوع، ان شاء الله هنكون معاكم في حلقه جديده باذن الله يوم السبت القادم، واسبوع جديد من برنامج كلام في الميديا. استنونا، الى اللقاء.